اسمي جيهان فرج، متجوزه في بيله. احنا متعودين ان احنا نيجي دايما بلطيم لان يعني بتتميز بالهدوء عن اي مصيف، بنبقى يعني قاعدين جايين لاسترخاء. وكمان مصيف بلطيم برضو فيه نظافه، مهتمين بالنظافه ومكانه مكشوف، يعني بنبقى قاعدين شايفين ولادنا قدامنا بيلعبوا، مفيش فيه ازدحام. ازدحام مقفر، يعني بيبقى جو هادي وفي اطمئنان. كمان طبعا الهواء يعني جميل والجو اصلا هنا ممتع، يعني جايين هنا للاستمتاع. فانا برجح اي حد يعني يجي يشوف بلطيم هيعجب بها جدا. يعني مصيف بلطيم مصيف جميل جدا يعني، والناس كويسين جدا وكل حاجة فيه، مميزاته حلوة جدا وجو هادي جدا وعيشه كويسة والاطمئنان والأمان فيه حلو جدا برضو، كل شيء كويس في المصيف عامة. يعني طول عمرنا بنحب مصيف بلطيم أصلا يعني، ويا رب تبقى سنة سعيدة على الناس كلها وكل سنة طيبين. الحقيقة مصيف بلطيم محافظة كفر الشيخ بأجهزتها كلها وقيادة المصيف بذلوا جهد ضخم طوال فترة الشتاء، أنا بشكرهم عليه. تم تجديد شباب مدينة المصيف بالكامل، تم الانتهاء من أكبر مشكلة كانت عائق وهي الصرف الصحي. حقيقة الدولة صرفت على محطة المعالجة اللي شامل المدينة زائد عدد من المراكز حوالي 350 مليون جنيه تفقدناه النهاردة. ده أتاح إن خطة اتكملت اتطورت، مداخل المصيف اتعملت، بقت بوابات إلكترونية، الانترلوك تجميل، الإشغالات اتجمعت واتطورت بصورة أفضل، والسنة الجاية كمان هتبقى أفضل.